بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، ووقفنا في لقائنا السالف عند قوله: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وسن، أي يستحب لمن شتم، أي أطلق عليه كلام قبيح كالسب واللعن وغير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح القصاص لمن اعتدي عليه، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا يشمل القصاص في القتل، والقصاص في الجراحات، والقصاص في الكلام. ولكن الصائم إن اقتص وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز، لأنه قصاص وعدل. وإن صبر ولم يقتص فهذا أحسن وأتم، قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا على وجه العموم. وفي الصيام يكون أولى وأفضل. ويستحب أن يقول إني صائم ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، أن الذي يمنعه هو الصيام، ولأجل الإشعار باحترام الصائم واحترام الصيام. ولا يعد هذا من الرياء إذا قال إني صائم، لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسدة، فهو لا يقصد بذلك الرياء، وإنما يقصد بذلك كف العدوان وكف الإثم، وليذكر خصمه ما للصائم والصيام من حرمة حتى يخجل ويكف. فإذا كان الصائم ممنوعا من أن يرد على من شتمه بالشتم وهو جائز له، فلأن يمنع من الابتداء بشتم الناس والكلام عليهم وهو صائم، هذا من باب أولى. فالشتم والسباب محرمان، وليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء في جميع الأحوال، ولكنه في حالة الصيام تأكدوا في حقه ذلك، لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه.
فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم. وكذلك يستحب للصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، فإنه يبادر بالفطر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولأن الله سبحانه وتعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها. وفي هذا رد على الذين يؤخرون الصيام ويزعمون أن هذا من محبة الخير ومن الورع، هذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم، فهذا من علامات الضلال ومخالفة السنة. وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرا. كذلك يستحب أن يفطر على رطب وهو التمر في أوله، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر وهو التمر الجاف المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. وذلك لأن التمر سواء كان رطبا أو جافا فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة والشراب، فإنه يبادرها بالتمر، والتمر فيه سر طبي وفائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، والحلاوة تناسب الإيمان، فكما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبية. فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء أول شيء، لأن الماء طهور، والماء إذا جاء إلى المعدة وهي فارغة فإن فيه فائدة طبية أيضا، كما ذكر ذلك الأطباء. هذا هو المستحب. وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء، كأن أكل طعاما أو غير ذلك أو خضارا، فهذا أمر جائز، لكن الأفضل هو أن يبدأ بهذه الأمور لأنها أحسن من ناحية الطب ومن ناحية الشرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وتأخير سحور تتمة لما سبق. ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة عند الإفطار، نعم، وملء المعدة بذلك، لأن هذا فيه أضرار طبية على المعدة، ولأنه يكسل عن الصلاة. وأشد من ذلك أن هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار وعلى أنواع ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة، فتفوتهم صلاة الجماعة وكل شيء، وترك صلاة الجماعة محرم، وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز.
فينبغي تخفيف الإفطار لئلا يستغرق زمنا طويلا يؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: تأخير سحور. كذلك يستحب تأخير السحور بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى عند طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة، وإذا تسحروا وناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا، فهؤلاء قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور، وارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة، وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها والعياذ بالله، وهم صائمون. ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام، فالواجب على هؤلاء أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة، فقد لا يكون لهم في لا يبقى لهم في صيامهم ثواب، لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي التي والمحرمات التي فعلوها. نعم، فيصبحوا خاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قول عليه الصلاة والسلام: الفرق بين الصيام والصيام على الكتاب أكلة السحر، هل لا يتعين ذلك إلا بالأكل لو شرب شربا؟ أحسن الأكل أحسن، وإذا ما لم يرغب في الأكل وشرب شرب الماء أو شرب القهوة أو تناول شيئا غير الأكل مما أباح الله فلا بأس بذلك، المهم أنه يتناول شيئا في آخر الليل قبل طلوع الفجر، يتناول شيئا قبل طلوع الفجر من المغذيات الطيبة المباحة. نعم. أحسن الله إليك. ولكن أكله للطعام هذا مما يعينه على الصيام ويقويه على الصيام، أما اقتصاره على الشراب أو على نحوه فهذا لا يقويه على الصيام، وإن كان يحصل به فعل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر آداب الصيام ومستحباته انتقل إلى حكم القضاء، لأن الباب معقود بقوله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. نعم. ثلاثة أمور. لما انتهى من الأمرين الأولين وهي ما يكره ويستحب انتقل إلى الأمر الثالث وهو القضاء. نعم. والقضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء، يستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام، ويجوز له التأخير في العام إلى أن لا يبقى على رمضان الآخر إلا قدر الأيام التي عليه. نعم. فإذا لم يبقى من قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حينئذ القضاء،
لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه من رمضان السابق، فيبادر بالقضاء. وأما قبل ضيق الوقت فإنه مخير بين القضاء وبين تأخيره، ولكن تعجيل القضاء أفضل لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة، ولما في ذلك من تفريغ الذمة. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فما دام الإنسان في زمن الإمكان وعليه واجب لله عز وجل يجب عليه المبادرة بأدائه. والقضاء أيضا يجوز متفرقا، ويجوز والأفضل أن يكون متتابعا، الأفضل أن يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة واستدراك الوقت أيضا، ولكن يجوز له أن يفرقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء، يصوم رمضان الحاضر الذي أدركه ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق. وننظر في التأخير، إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير ويجب عليه أمران: الأمر الأول القضاء، وهذا أمر لا بد منه، فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء ولو تأخر إلى سنين فإن ذمته لا تبرأ. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان تأخيره لعذر، بأن استمر معه السفر مثلا، أو استمر معه المرض، أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطر حتى أدركه رمضان الثاني، فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر. ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد وهو القضاء، قضى ما عليه من رمضان السابق. نعم، بلا كفارة ليس عليه إلا القضاء لأنه معذور، الكفارة إنما تجب على غير المعذور. نعم. قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. يعني أن الموت لا يعفي من عليه القضاء، بل القضاء يبقى في ذمته لأنه دين لله، فيستحب لوليه أي قريبه أن يقضي عنه، أن يقضي عنه من باب الاستحباب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن تبرئة ذمة الميت. نعم، العبارة: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، إذا مات وعليه قضاء، عليه صيام نذر مثلا ولم يصومه، أو عليه حج نذر ولم يحج، أو نذر اعتكاف، نذر أن يعتكف ثم مات ولم يعتكف، فإن هذا النذر باق في ذمة الميت دين لله عز وجل، فيستحب لوليه وهو قريبه أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وأما إذا كان الصيام واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان عليه قضاء من رمضان، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول إن كان له تركة فإنه يكفر عنه بأن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وليس هناك قضاء لأن هذا لا تدخله النيابة،
والبعض الآخر من العلماء يقول بل تدخله النيابة، فيستحب لوليه قضاء ما عليه من صيام من رمضان لأنه أو حج الفريضة أو عمرة الإسلام، لأن هذه تدخلها النيابة وإن كانت واجبة بأصل الشرع، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن والدها مات ولم يحج، أتحج عنه؟ فقال نعم حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فدل هذا على أن الصيام رمضان إذا مات الميت وعليه قضاء منه أن لوليه أن يقضيه عنه، وأن هذا ينفعه لأنه دين لله عز وجل. نعم. وهل كذلك الصلاة؟ من مات في وقت صلاة قد دخل عليه وقتها؟ الصلاة لا تقضى عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني محض لا تدخلها النيابة. نعم. وقول المؤلف هنا أو صلاة نذر؟ صلاة النذر غير صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لا يصلي أحد عن أحد، لا ميت ولا حي، ولا تدخلها النيابة. أما صلاة النذر فهذا شيء لم يلزمه الله به، وإنما هو ألزمه على نفسه، وتدخله النيابة كما تدخل في الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك تفريق بين أوليائه أحدهم أولى من أحد؟ ليس هناك أحد أولى من أحد، بل لو أدى عنه الأجنبي الذي ليس قريبا منه بل هو من إخوانه المسلمين، لو أدى هذا عنه أجزأه ذلك وبرئت ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من صيام الفريضة وما يشرع فيه من الأحكام انتقل إلى صيام التطوع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام تطوعا من جنسها، وذلك زيادة في الخير، ولأجل أن يجبر ما يحصل في الفريضة من النقص، فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواتب صلاة الليل، وجعل بعد صلاة وبعد صيام رمضان صيام النفل فجعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام نافلة من جنسها، ومن ذلك الصيام، فإن الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة لهم في الخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. نعم. صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف، وكلها جاءت بها الأدلة. أولا صيام أيام البيض، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسميت أيام البيض لأنه يستحب أن تكون في وسط الشهر، لأن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بالبيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر يشمل ليلها فسميت بأيام البيض. وإن صام ثلاثة الأيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وحصل به الأجر، ولكن جعلها في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل. هذا واحد. النوع الثاني صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم. نعم. وست من شوال. النوع الثالث
ست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، والستة الأيام عن شهرين، فيكون المجموع 12 شهرا، وهي أشهر السنة. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيستحب صيام ستة أيام من شوال، سواء صامها من أول الشهر، من أول شهر شوال، أو من وسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة في الشهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. نعم، النوع الخامس من أنواع الصوم التطوع صيام شهر المحرم، صيام شهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر عظيم، وأيضا فيه وقع هذا الحدث العظيم، وهو إغراق فرعون وقومه، ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وذلك في اليوم العاشر منه المسمى يوم عاشوراء. فهذا اليوم يستحب صيامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود كانت تصومه، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فيستحب صيام يوم العاشر من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، مخالفة لليهود. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.